السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا الموقع صيفطوا لي واحد السيد 186 اورو، هو كيتخلصوا بالاورو، ولكن انت تخلصوا ما تمشي كندا. هو صيفط لي وبقيت انا كنستغرب، قال لي راه لقيت الفيزا معاهم من خلال الفيديو اللي درتي. انا هذا الفيديو كنت درته من قبل المده هذه درته، وقلت نعاود نشرو اليوم لعل وعسى ان شاء الله يعني يستافدوا الناس ويستافدوا المتابعين. هو راه لقى الفيزا معاهم، صيفطوا لي فولونتير تطوع، غادي تتطوع معاهم، كتخلص غير داك الرسوم ديال التطوع. واي سؤال انت خلي ليا في التعليقات، انا راه غادي نجاوبك عليه، ماشي مشكل. المهم انت غير ما عليك انك تصيفط ليهم. راه هما تواصل معايا هذا الاخ هذا في الانستغرام، وقال لي راه هاد الناس راهم صيفطوا لي الفيزا وما كاينه ما كاين وصافي. المهم انا قلت ليه نشر المعلومات، قال لي واتسنى نتاكد من الفيزا مزيان ونمشي للقنصليه. بغى يمشي للقنصليه ويقلب تما يشوف واش هذاك الشيء فريمون صحيح، ومن بعد ديك الساعه ننشر لكم التفاصيل ديالو، كيفاش تلقى الفيزا وكيفاش تواصلوا معاه، حيت هما كيهضروا معاك بار ايميل. المهم بالايميل ديالك انا نوريك انا الطريقه وكيفاش التقديم، راه غادي نوريك داك الشيء ساهل. غندخل معاك للموقع وغنختاروا كندا، لحقاش كاينين دول اخرين، كاينين دول بزاف تقدر تختار انت اللي بغيتي، وانما حنا كنهضروك على كندا بالخصوص. غنختاروا كندا وغادي نصيفطوا لهم المعلومات ديالنا اللي هما معلومات بسيطه، ماشي معلومات بنكيه او معلومات اللي هي شخصيه. انت راك تصيفطها السميه الكنيه، انت بغيتي دير الفول، كلشي هادشي راه غادي نشرحو لكم. وممكن انك تختار الدوله اللي بغيتي ثاني، راه ماشي غير كندا بالخصوص هي اللي كاينه، كاينين دول اخرين. انا مع كندوي بزاف على كندا، حنا غادي نختاروا كندا وغادي نصيفطوا ليها هاد الفيزا اللي هي دايره غير 186 اورو، يعني ماشي غاليه. انت جرب حظك وحاول انك تصيفط لهم ما تعرف، ان شاء الله تلقى الفرصه ديالك. كما كتشوف معايا هنا التطوع في الخارج اصبح سهلا، اكثر من 1600 مشروع في الخارج وعثور على افضل برنامج تطوعي. هذا موقع كيعطيك برامج التطوع في الخارج في كثير دول. هنا المنافع الخاصه بك، كل شيء قدامك، عالم التطوع اشنو هو، حيت كاينين الناس كيسولوا اشنو هو التطوع. هنا غادي تلقى الجواب ديالو، كيفيه التطوع في الخارج. وهنا كتلقى الحياه البريه والغوص، وكتلقى بعض الدول من كوستاريكا وجنوب افريقيا. حنا غادي نقلبوا على الدوله اللي هي مهمه عندنا وهي كندا. هنا كتشوف الرفق بالحيوان، هنايا كتشوف استراليا وافريقيا، وكتنزل لتحت وكتستكشف انت الموقع. هنا تايلاند، الحجز مع هاد الوكاله اللي كتعطيك ضمان الاسترداد، نقوم برد الرسوم الخاصه بك اذا الغى مشروع رحلتك. شتيها راه كيردوا لك كل شيء، معايير اخلاقيه عاليه وتاثير اجتماعي شفاف. خدماتنا مجانيه للمتطوعين كما كتشوف، تحصيل جميع رسوم البرنامج بشراء من قبل منظمتك التطوعيه. يعني انت حتى كتقبل مع واحد المنظمه عاد ديك الساعه كي تتخلصهم، ماشي في الاول. عالم مليء بالفرص، متاح للمتطوعين في جميع انحاء العالم، يعني انت من جميع انحاء العالم كيمكن لك انك تتطوع معاهم. كتشوف هنا 78 منظمه، كتشوف هنا دول المقصد، او كثيره دول المقصد، 1,041,800 يعني مكان للمقصد والمتطوعين المسجلون. هذو كلهم متسجلين ومشاو وشاركوا. هنا كتشارك في الاحداث، كتهبط لتحت كتقرا مزيان على الموقع. هنا بعض التعليقات ديال الناس اللي تطوعوا تمايا، وما تقوليش راه ما تيطلبوش المغاربه، راه تيطلبوا مغاربه، راه من جميع انحاء العالم. شتيها، ابحث عن افضل برنامج تطوعي دولي، راه دولي، يعني راه ماشي غير من دول يعني معينه، راه من جميع انحاء العالم. ها هي في الخارج كتهبط كتقرا هادشي كامل، وراه كثير شويه هادشي هذا. المهم انت ما عليك غير تواصل معاهم بالطريقه اللي غادي نوريك. غادي نختاروا الدوله، هادشي راه اخر حاجه وصلنا لتحت، غادي تطلع للفوق وغادي تختار الدوله هنا الى اين تذهب. غتكتب كندا، تبع معايا، كيكتبوا لك هنايا وير ار يو جوين، كتكتب كندا، كدير ريسيرش. باش حنا غادي نقلبوا على الفرص اللي هي موجوده في كندا حاليا. نورث امريكا، تهبط على ديك، تكليكي على التحتانيه اللي فيها نورث امريكا، شتيها غادي يعطيك الفرص هنايا. ها هما راه هادوك كاع هادو فرص. كتكليكي عليهم، كتختار انت، حيت التليفون عندي بالعرض ما عطينيش داك الشيء مقاد. المهم هنايا راه كتلقى كندا قدامك، شتيها، انقاذ الخيول والعنايه بها، كتخدم في هاد سميتو 12 اسبوع.
راه كيحددوا لك المده. شتي مثلا انا اخترت غير هذه غير بالصدفه، انت تكليكي على التفاصيل تيعطيك التفاصيل ديال هذه الفرصه هذه، انت ما عليك غير تقلب على الفرص. شتي ها هي استجابه ممتاز، تم التحقق، يسلط الضوء، كتقرا هذا الشيء هذا وكتقلب مزيان وكتكليكي على قدم الان، راه كاينه لتحت. من بعد كتبدا الحجز والتفاصيل وكترسل لهم، واي سؤال خليه ليا في التعليقات.